لما سألت خليل عن أكثر شخصية تلفزيونية يحبها ما تردد وقال لي أكيد غوار طوش. بصراحة هاي الشخصية هواين شهرة خصوصا بدايات التلفزيون، وأكيد إش قد ما كان الممثل متمكن بقينا نتذكر هاي الشخصية إلى هسه. أنا بصراحة هواي أحب أعمال المسرحية وخصوصا مسرحية كاسك يا وطن، ما أضوج إش قد ما أشوفه كل مرة ضحكني من جديد. أما زياد قال لي إش قد يحب الأغاني اللي يغنيها هذا الممثل بأعماله. بصراحة همين وجهة نظر. من الممثل اللي عمل دور غوار الطوشه؟